اهلا يا دراغم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه شخصيه بنتن. فقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجه نرسمها عباره عن العين، والعين هتكون على شكل بيضاوي او ممكن تعملها على شكل دايره. هنا الكاميرا كانت فصلت في الاول، معلش هنرسم البيضاوي بس هي حته بسيطه. هنرسم الشكل العين البيضاوي اللي احنا عملناه، جواه دايره، جواه دايره تانية اللي هي البؤبؤ او النني، جواه دايره اصغر وهي الاضاءه. نفس الكلام هنعمله في العين التانية. العين ما بتكونش على خط مستقيم على الورقه، بتكون على شكل مايل سنه زي ما انتوا شايفين. عملت شكل بيضاوي، وبعديه الدايرة، وبعديه الدايرة الصغيرة اللي هي النني او البوبو، وبعديه الاضاءة، الدايرة الصغيرة خالص اللي هي الاضاءة. كده احنا عملنا العينين. هنعمل حاجة الحواجب. الحواجب عبارة عن خط مستقيم وفي ميل خفيف في الاخر. نفس الكلام الناحية التانية يكون برضو عبارة عن خط مستقيم وفي ميل في الاخر في الزاوية بتاعت العين زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة دي اهو كده احنا خلصنا العينين والحاجبين. هنعمل الشعر عبارة عن مثلثات، من اليمين هتبقى المثلث رايح جهة الشمال، ومن الشمال هيبقى المثلث رايح جهة اليمين بالطريقة دي. همسح بس الحاجب واعمله تاني. شوف زي ما قلت لكم، لما تعمل بقلم خفيف في الاول لما تيجي تمسح مش هيأثر على الورقة، يعني مش هيسيب بقى رصاص بعد ما تمسح. فدي الفايدة انك تخطط بالقلم خفيف في الاول. زي ما انتم شايفين بعمل الوش عبارة عن مثلث في الاخر من تحت. زي ما انتم شايفينه بعمل من الناحية التانية كمان نفس الكلام بالطريقة دي، بستخدم في التخطيط قلم 2H. عملت المناخير عبارة عن مثلث لفوق مش مقفول من تحت. البق عبارة عن زي ما انتم شايفين كده شكل الهلال. كده احنا خلصنا الوش. هعدل بس الحواجب زي ما قلتلكوا. خططت بقلم 2H وظللت او الحاجات السوداء اللي محتاجة تظليل باللون الاسود ممكن عملتها بالقلم 2B. زي ما قلت لكم اللي عنده قلم اتش بي اللي موجود في اي بيت عادي تقدر تستخدمه، بس هتخفف ايدك في التخطيط وبعد كده تبقى تقل ايدك. اعمل الشعر من قدام زي ما انتم شايفين من فوق كده، بعمل خطوط مثلثات كده زي ما انتم شايفين، بطلع لفوق كده هنا واعمل مثلث لناحية الشمال، مثلث ناحية الشمال لحد ما اخلص الشعر بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين كده كده احنا خلصنا الوش والشعر. بعمل الودان عبارة عن شكل بيضاوي تاني وجواه كده بس خط ودايرة وخط. نفس الكلام الناحية التانية هيبقى شكل بيضاوي وجواه خط دايرة خط الطريقة دي زي ما انتم شايفين. بعمل الحتة دي تاني عادي زي ما قلت لكم. المهم بس نخطط بخفيف عشان زي ما انتم شايفين لما تمسحوا يبقى ما يعملش اثر على الورق. عملت الرقبة عبارة عن مستطيل عادي مقفول من تحت. بعمل كام تأثير كده سهل. بالطريقة دي هنعمل اللبس. هنروح من الجنب كده نعمل الكتف عبارة عن خط مستقيم، بعدين هتنزل لتحت خط مستقيم تاني كتف الشمال، وبعدين بتعمل بالطريقة دي كده. احنا بنعمل الدراع، عملنا الكم، هنا بنعمل الايد، الصوابع بتاعت الايد عبارة عن مستطيلات كده، بعدين بوصل الدراع بالكف بتاع الايد زي ما انتم شايفين.
بعمل هنا الساعة بتاعت بنتن اسمها الومتريكس الطريقة دي التفاصيل بقى بتاعت الساعة. اهو عملت خط صغير، بعدين هعمل الجنب التاني بتاع الساعة. عملنا الجنب اللي على الشمال، هعمل الجنب التاني اللي على اليمين. زي ما انتم شايفين بعمل دايرة عشان اعمل بقى الساعة نفسها، واعمل مثلث فوق ومثلث تحت. كده اكون عملت اللوميتريكس او ساعة بنتين بالطريقة دي. واعمل دايرة حواليها تانية. زي ما انتم شايفين كده. وبعمل الساعة من تحت. وبعمل خط مستقيم. بعدين هبدأ أعمل بقى الدراع بتاع بنتن. هعمل حتة بس اللي تحت بتاعت الساعة. بعدين دلوقتي بقى أبدأ أشتغل على الدراع، عبارة عن خط مستقيم. بعدين هتلف ومن الكف هطلع لفوق كده، الدراع خلص مفيش أكتر من كده. الموضوع سهل جدا، رسمة سهلة. يا ريت اللي هيعملها يبعتلي على حسابي على انستجرام في صندوق الوصف. لو عنده أي سؤال عن الرسم أو أي سؤال عن القناة أو أي حاجة يكتبلي تحت في الكومنتات وأرد عليه. واللي عنده أي أفكار لفيديوهات برضه يكتبلي تحت أرد عليكم كلكم. الكف معلش كان فصلت الكاميرا، زي ما انتم شايفين بعد لكم الشرح أهو. بعد اعمل مستطيلات كده بتاعت الصوابع وبعدين بنزل لتحت. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا رغم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اكتبولي لو عندكم افكار فيديوهات. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.